أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لوضع حد للمأساة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون، مشيرا خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني إلى أن مصر تعمل على تحقيق التهدئة لحفظ أمن واستقرار المنطقة، وأن على أوروبا تشجيع الأطراف المعنية للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة. من جانبه أكد الرئيس الألماني تقديره للدور المصري بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق التهدئة بالمنطقة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الحرب في غزة طال أمدها ويجب أن تتوقف، وأن وقف إطلاق النار في غزة سيمنع توسع رقعة الصراع في المنطقة. كما أعرب الرئيس الألماني عن تقديره لدور مصر الحيوي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، وأوضح خلال رئاسة اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أن زيارة الرئيس السيسي إلى تركيا سيكون لها أثرا إيجابيا في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري. وأشار مدبولي إلى أن مشاركته نيابة عن الرئيس السيسي في القمة الصينية الإفريقية في بكين كان لها نتائج إيجابية، حيث تضمنت توقيع تعاقدات مختلفة، مؤكدا أن الرغبة قوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر. عقدت وزيرة التخطيط رانيا المشاط اجتماعا مع نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية للخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وخلال اللقاء استعرضت المشاط الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم جهود الدولة التنموية والعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والشاملة والمستدامة، إضافة إلى سبق التعاون في تنفيذ سياسات تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتعزيز الإصلاحات الهيكلية وبرامج الحماية الاجتماعية. شهد وزير الإسكان شريف الشربيني توقيع عقد لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن هذا العقد يمثل خطوة مهمة لضبط وحوكمة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونموذجا للتعاون والتنسيق بين جهات الدولة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة وترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، كما تجدد قصف الاحتلال المدفعي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة بتزامن مع إطلاق قذائف دخانية وصوتية باتجاه المناطق الجنوبية الشرقية من الحي. استشهد لبناني وأصيب آخر بجروح جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، واستهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية في بلدة ميس الجبل، مما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخر، كما شنت غارات على أطراف بلدة ياطر وبلدة مارون الراس والناقورة وغيرها من البلدات بالجنوب اللبناني. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت تجمعات ومعدات للقوات الأوكرانية في 18 منطقة في مقاطعة كورسك الروسية، ما أسفر عن مقتل 350 عسكريا أوكرانيا وتدمير 13 مركبة مدرعة وراجمتي صواريخ و19 سيارة.